السلام عليكم. انا امتحاني كان النهارده والحمد لله ربنا وفقني ونجحت. اقبلكم كلكم يا رب يا رب ان شاء الله كله ينجح ويبقى مبسوط وربنا يجبر خاطرنا كلنا جميعا. الاول يعني الحمد لله والشكر لله، وحابه اشكركم كلكم كلكم اللي في الجروب واللي على الجروب الاتش بي ومستر احمد ومستر محمد وكل الناس اللي حاولت تساعد من قريب ومن بعيد وحاولت تساعد زمايلها. تسلموا يا رب وتعيشوا، وان شاء الله ربنا يوفق اللي لسه ما امتحنش وينجحوا باذن الله، واللي نجح باذن الله ربنا يوفقه في اللي هو عايزه. انا البارت الاولاني كان جاي لي يعني صعب شويتين، والبارت التاني جه سهل الحمد لله، وهو ده اللي بدات اجمع منه درجات باللي بيها تعديني ان شاء الله. والفويزات بتاعت الجروب بتاع الاتش بي مهمة جدا، اهم من المذكرات اصلا، يعني الفويزات دي لوحدها يعني نعتمد عليها لوحدها. البارت التاني جه بقى من الحاجات اللي احنا بنسمعها وبنركز فيها، بس مش بيجي زي ما احنا ما بنسمعه كده، يعني السؤال بيجي كله على بعضه، لما تقراه تفهمه تعرف تحل تختار بعد كده. بس وخير هقول لكم على الصور. في الاول هي الصور مش بتيجي مجمعه ورا بعض، هي بتيجي بعد كل كام سؤال كده صوره، ما بتبقاش كتير. انا جات لي حوالي 10 صور، بس جات لي واحده بريجننت ونايمه وحد بيعمل لها سونار. جاي ده نوع الفحص ايه، الترا ساوند ولا دوبلر ولا سي تي ولا ماموجرام. اخترت اللي هو الالترا ساوند خير ان شاء الله. وجات لي صورة كب ما في حوالي 175 ملي، وبيقول لي ده كام ملي لتر ولا ملي متر ولا ايه، فاخترتها اللي هي الملي متر. صورة كتاب وفي حروف كده هيروغليفي تقريبا، يعني بيقول لك ده عبارة عن ايه، هتستخدمه لايه، هنحطه جنب البيشنت على تيبل جنب بيسايد السرير، ده عبارة عن ايه، هتستخدم فيه مود اللي هو النون فيربال كوميونيكيشن. وجات لي صورة ايد والصامب ملموم كده على الايد، ده عبارة عن ايه، فليكشن ولا اكستنشن ولا برونيشن ولا سوباينيشن. وصورة البيشنت اللي قاعدة على اللي قاعدة والنيرس جنبها وميلة راسها لقدام كده ما بين النيه، وبيقول لك ده عشان هي حست بإيه، حست بدوخة وحست ب يعني جاي دراوزنج وفيتنس. وجاي في السؤال بتاع الهولتر، لازم يكون الجلد ايه تراي. جالي من الديفنس ميكانيزم حوالي يعني 30 40 سؤال، يعني ركزوا عليه وفهموه كويس قوي، جه كتير جدا منه. وجات لي من انواع الفول ليكويد ايه اللي هو الايس كريم، ومن انواع الكيري ليكويد ايه البوبسيكل. وجات لي وعينة اليورين اللي بتتجمع لمدة 24 ساعة، بتتحفظ في انهي تمبريتشر، كولد ولا وورم ولا ايه، انا اخترتها كولد. كان جايب لي سؤال سيتويشن كبير كده، وفي الاخر ان هي عندها نقص في فيتامين بي 12، فاخترت اللي هي البرينشوس انيمي. وسؤال المريض اللي رايح يعمل أشعة بتتشكي على ايه، لو في ميل بيشنت بتتشكي على ايه قبل ما تروح، بتتشكي انها بريجننت ولا لا. وسؤال المريض اللي رايح يعمل أشعة بتتشكي على ايه، لو في ميل بيشنت بتتشكي على ايه قبل ما تروح، بتتشكي انها بريجننت ولا لا. المريض اللي بيعمل في البيبان هتعملي ايه، هتجيبي مريض هيلث اسيستنت معاكي ولا هتقولي للريلاتيف يساعدوكي، ولا هتطلبي من المريض ان هو يميل على جنبه وانتي تشيليها، ولا هتحطي المريض في انهي وضع. وكان كاتب كذا وضع كده بس شرحه مش كاتبه، انا اخترت ان انا اجيب هيلث اسيستنت معايا تساعدني. كان جايب سؤال بيقولك ايه الحاجات اللي هتتحسب من السوائل الداخلة للجسم، كان جايب اللي هي ال
البطاطس المهروسة وقطع الخوخ وقطع الزبادي وعصير، نوع عصير كده مش عارفة، كانت ابل تقريبا او بنين حاجات كده، فانا اخترت اللي هي العصير، هو ده اللي هحسبه من السوائل اللي داخله. كان جايب مريض عنده بارابليجيا وبيقولك ايه الاكتيفيتيز اللي مش هيقدر يعملها، ان هو يحرك رجليه ولا ان هو يحرك ايديه ولا ان هو يضحك ولا ان هو يبلع، فانا اخترت ان هو يحرك رجليه، ان هو مش هيقدر يحرك رجليه. كان جايب مريض عنده بارابليجيا وبيقولك ايه الاكتيفيتيز اللي مش هيقدر يعملها، ان هو يحرك رجليه ولا ان هو يحرك ايديه ولا ان هو يضحك ولا ان هو يبلع، فانا اخترت ان هو يحرك رجليه. في سؤال بيقولك ان المريض، في مريض بيبقى مستمتع وهو قاعد على الويل تشير بيشاهد التلفزيون، ودي حاجة بالنسبة له بتبقى بسطاء اكتر يعني من النوم على السرير، اللي انتي ممكن تعمليه علشان تبريفنت السكين بريكن؟ تحركيه كل ساعة ولا تحطي مويست على السكين اول ما يصحى من النوم وقبل ما ينام، ولا خيارين تاني ملهمش علاقة بالموضوع خالص؟ او وضع الويل تشير بالنسبة للسرير وانتي بتنقلي البيشنت من البيد للويل تشير. وسؤال بيشنت في المودريت ديمنشيا ومن المفروض بيتعمل ديلي اكتيفيتي، يعني من المفروض انتي هتعملي له ايه؟ هتسيبيه هو يختار التي شيرت بتاعه ولا انتي هتختاري له وتلبسيه، ولا هتقولي له انت البس لوحدك، ولا هتسيبيه قاعد على السرير وتخرجي من الاوضه؟ انا اخترت ان هي اخليه يختار التيشيرت واساعده يلبسه. كان جايب سؤال ان انتي داخله مع النيرس تلاحظيها وهي بتغير على جرح كبير ومفتوح، وان هو ممكن يحصل منه سبلاش، فلازم هتلبسي البي بي اي، وهو جايب البي بي اي عبارة عن جاون وجلوفز واي جوجل، ولا جاون واي جوجل وجلوفز، ملخبطهم في الترتيب يعني عشان تتلخبطي اذا كان ده ترتيب ولا دي بقية البي بي اي. وجايب في من ضمن الاختيارات جاون وجلوفز وبي بي اي وكاب اللي هو الهيد كاب يعني، فاخترت كل البي بي اي. وسؤال تاني، بيشنت بوست كاس ليه عنده عمل يعني قسطرة في القلب، وبعد ما طلع من القسطرة بساعة هو كان قاعد في السوباين بوزيشن، انتي داخله عليه الاوضه لقيتي تحت الملايه اللي تحتيه مليانه دم، انتي هتعملي ايه؟ الفيرست اكشن ايه هو اللي هتعمليه؟ تلزي نيرس ولا هتلبسي الجلوفز وتغيري اللينن، ولا هتاخدي اللينن وتحطيها في الريد باك؟ انا اخترت ان هي اول حاجه تلنيرس. والكين هتتمسك في انهي هاند؟ في الدومينيتد هاند. ودرجة حرارة الطفل اللي لسه مولود هتبقى كام؟ وطفل صغير عنده شهور وهو بيرضع حصل شيء، من المفروض نعمل ايه؟ هو جايب مش الهمينك مانوفر، مش جايبها كده اسم، لا هو جايبها الخطوات اللي بتعمليها للمريض للطفل ده، اللي هو بتقلبيه على وشه على ايدك يعني، وتخبطي له على ظهره، بايدك على ظهره من ورا. ومريضة في ميل عندها 38 سنة وهي بتعمل عينة اليورين، هتاخدي بالك من ايه؟ انه ما يكونش فيه منستريشن. ودرجة حرارة الاوتوكليف هتبقى قد ايه؟ هتبقى 250 ل 270 درجة. ودرجة حرارة البيت بوس هيبقى كام؟ اللي هي 110. والسؤال اللي هو البيشنت اللي مش بيتحرك من السرير وانت بتحطي له البيت بين، هو هيبقى في انهي وضع؟ وشارح اللي هو هيبقى في الفاولر بوزيشن،
بس هيجيبه شرح، وهيبقى ان هو في 45 درجة وهترفعي السرير وكده، مش جايبه اللي هو فاولر بالاسم. والسؤال اللي هو الموست كومون بنقيس منه البلس فين، اللي هي الراديال، هي بصورة لأماكن البلس ومترقمة عند الرقبة يمين وشمال، وعند الإيد الريديال والبريكيال والإبيكال والفيمورال. وبيقولك ايه هي الموست كومون، بتقيسي ايه الأماكن الموست كومون اللي بتقيسي بيها النبض في أوقات الطوارئ، بتبقى في الكاروتيد يمين وشمال. والسؤال التاني، المريض اللي عنده ويكنس في الرايت سايد بيلبس منين؟ والسؤال، بتعملي تشيك على الريسترين كل قد ايه، وبتغيري الريسترين كل قد ايه؟ ده سؤال. وانتي بتسحبي دم للمريض، هتاخدي هيبقى التورنوكي فوق مكان السحب ولا عليه ولا تحتيه؟ اخترت ان تبقى فوقيه. سؤال عن الولكر، والمريضة ماسكة الولكر وبتمشي بيها، هي بتبقى فين الولكر؟ هتبقى جوه. سؤال تاني، الولكر بتبقى في انهي مستوى، كاتب مستوى الالبو ولا الاكزيلري ولا الهيب؟ انا اخترت الهيب، الفريم بتاع وسؤال تاني، جاي ان المريض عنده صعوبة في البلع، وايه الاكل اللي ممكن يبقى ليه؟ جايب حاجات انواع، يعني اكل هارد، وكان في بطاطس مهروسة، دي الحاجة الوحيدة اللي سوفت، تبقى تحت يعني بند السوفت، فده اللي اخترته. سؤال تاني، الولكر بتبقى في انهي مستوى، كاتب مستوى الالبو ولا وسؤال تاني، جاي ان المريض عنده صعوبة في البلع، وايه الاكل اللي ممكن يبقى ليه؟ جايب حاجات انواع، يعني اكل هارد، وكان في بطاطس مهروسة، دي الحاجة الوحيدة اللي سوفت، تبقى تحت يعني بند السوفت، فده اللي اخترته. ومريض بقاله فترة في السرير، عامل له ايه اول ما يجي يقوم؟ عامل له تنجلينج الاول، اللي هو تدلي القدمين قبل ما ينقله على الكرسي. ومريض هتنقلي بالدرو شيت، هتحطي الدرو شيت منين لفين؟ هيبقى من الشولدر لأندر ذا باتوكس وفي سؤال اللي هو بتعمل كل البكتيريا دي عبارة عن ايه؟ sterilization ولا disinfection ولا cleaning؟ اخترت sterilization. وسؤال عن الاسبسيز، سؤال عن العدوى اللي بتبقى موجودة والمريض محجوز في المستشفى، دي هتبقى اسمها ايه؟ اللي هي النازوكوميون انفكشن. وبيشنت عنده اتش اي في اللي هو الايدز، وعنده متلازمة نقص المناعة المكتسبة، وبيقولك هتتعاملي معاه ازاي، هتعرفي اللي حواليه ان هو عنده المرض دوت، وان الناس تبعد عنه، ولا هتتكلمي معاه وتعملي له emotional support، ولا هتتكلمي مع ال relative وتعرفيهم خطورة المرض، ولا هتتكلمي مع المريض وتعرفيه ان هو دوت ان ده مرض خطير وكده. ومريض وسؤال، هتطلبي الطلبية كل قد ايه؟ جايب بقى في الاختيارات كل اسبوعين ولا كل شهر، ولا هتطلبيها على حسب اللي بتطلبيه كل مرة في الطلبية، على حسب الكمية اللي هتطلبيها كل مرة في الطلبية. والخيار اللي بعد كده ان هو هتطلبيها على حسب الاستخدام اللي اخدتيه من اخر طلبية طلبتيها في الشهر اللي فات، فده اللي انا اخترته. وسؤال المريض السسبكت تي بي، ده هتتعاملي معاه ازاي؟ هتعملي له ايزوليشن لحد ما تكونفيرم الدايجنوزس، ولا هتخلي المريض يلبس ماسك، ولا انت هتلبسي ماسك، ولا هتعرفي الريلاتيف اللي جايين ان هم يلبسوا ماسك؟ فانا اخترت ان الاوقع يعني ان هو نعمل له ايزوليشن لحد ما كونفيرم الدايجنوزس.
والكير بتاعت طقم السنين هتتعاملي معاه ازاي، هتحطيه في انتيسيبتيك سوليوشن ولا وورم ووتر ولا كولد ووتر، ولا هتحطي ولا هتمسحيه بفوطة مبلولة. وسؤال عن أخذ عينة الميدسترين، هتعملي ايه؟ هتاخديها في جيف الاختيارات، هتتاخد في ايرلي مورنينج، ولا هتعملي كلينينج الأول، ولا هتتاخد بالليل، ولا هتقولي للمريض ان هو يعمل يورينيشن وبعد كده ستوب وبعدين تاخدي العينة، وهي دي اللي انا اخترتها. وفي سؤال، ايه هي الرول بتاعت الميديكال اسيستنت؟ هتاخدي اللي هي تيك الفيتال ساينز، ولا ادمنستريشن للميديكيشن، ولا هتعملي فولو اب للبيشنت افتر اخد الدم، يعني بعد ما ياخد الدم، ولا هتعملي ايفالويشن للرياكشن بتاع العلاج. في سؤال كبير قوي كده كان جايبه، هو عبارة عن تيبل، وفي ناحية كاتب لك الدايجنوزيس عبارة عن ايه، يعني ان بيشنت عنده دايبيتك وعنده تنميل في رجله، الناحية التانية في التيبل قدامها يعني ان دوت هتعمليله، هتاخدي عينة دم منه الصبح، عينة دم، والمريض التاني عنده ستروك، هتعمليله فيدينج في التيوب، ولا بيشنت عنده باركنسونيزم هتغيري وضعه في السرير، ولا بيشنت عنده ستروك وهتعملي له اكسرسايز في السرير برضو. السؤال بقى ان انت هتتعاملي مع ايه البريوريتي اكشن في دولهم كلهم اللي هتعمليه، وجاي في الاختيارات تعملي الفيدنج، ولا تعملي مورنينج كير، ولا تعملي الاكسرسايز، ولا تسحبي عينة الدم. وفي سؤال تاني، مريض عنده هو المريض ده اصلا معروف ان هو دايبيتك، المريض بان عليه اعراض الرعشة والعرق، وبيقول لك حاسس ان هو عايز ينام، فانت من المفروض هتعملي ايه؟ هتسيبي المريض ينام، ولا هتغطيه، ولا هتقيسيله درجة الحرارة، ولا هتسأليه اذا كان ياخد عصير جوس كده، مش فاكرة كان نوعه ايه، فانا اخترت الجوس ده، انا اخترت الفيتال ساينس. والكير بتاعت طقم السنين هتتعاملي معاه ازاي؟ هتحطيه في انتيسيبتيك سوليوشن ولا وورم ووتر ولا. وجايب السؤال بتاع مريض عنده بليدنج من النوز، هيتعمل له ايه؟ هيتحط المريض في وضع السيتنج، ولا هتستخدمي ولا هتلبسي جلوفز، ولا هتلبسي جلوفز وتحطي وتستخدمي الجوز تعملي بيه كنترول، ولا هتستخدمي الايس، يعني قطعة من الايس ملفوفة في فوطة وتحطيها فوق النوز. وجايب السؤال بتاع مريض عنده بليدنج من النوز، هيتعمل له ايه؟ هيتحط المريض في وضع السيتنج، ولا هتستخدمي ولا هتلبسي جلوفز، ولا هتلبسي جلوفز وتحطي وتستخدمي الجوز تعملي بيه كنترول، ولا هتستخدمي الايس، يعني قطعة من الايس ملفوفة في فوطة وتحطيها فوق النوز. والتاب ويس من المفروض بيتعمل، بيبقى درجة الحرارة فيه كام، 110 ولا 98 ولا 120 ولا 140. وسؤال عن ورقة بيبقى مكتوب فيها اسم الدواء وشرحه، وبيتاخد والمريض بياخده،
ده ايه، هو ده عبارة عن ايه، هيبقى بريسكريبشن ولا ميديكيشن شيت ولا ميديكيشن نوت؟ اخترت بريسكريبشن. وسؤال ورقة بيبقى مكتوب فيها اسم الدواء وشرحه، وبيتاخد والمريض بياخده. ده ايه، هو ده عبارة عن ايه، هيبقى بريسكريبشن ولا ميديكيشن شيت ولا ميديكيشن نوت؟ اخترت بريسكريبشن. وسؤال ورقة بيبقى مكتوب فيها اسم الدواء وشرحه، وبيتاخد والمريض بياخده. ده ايه، هو ده عبارة عن ايه، هيبقى بريسكريبشن ولا ميديكيشن شيت ولا ميديكيشن نوت؟ اخترت بريسكريبشن. وسؤال ورقة ومريض جاي في اكسيدنت وعنده قطع في السامب وجايب بليدنج كتير قوي، ولون البليدنج ده فاتح، ده هيبقى قطع في الارتري ولا هيبقى open يعني جرح مفتوح، ولا هيبقى حاجات تانية كده ملهاش علاقة بيه؟ فأنا اخترت ان هو هيبقى artery. ومريض جاي في accident وعنده قطع في السامب وجايب bleeding كتير قوي، ولون البليدنج ده فاتح، ده هيبقى قطع في الارتري ولا هيبقى open يعني جرح مفتوح، ولا هيبقى حاجات تانية كده ملهاش علاقة بيه؟ فأنا اخترت ان هو هيبقى ارتري. وسؤال ورقة ومريض جاي في accident وعنده قطع في السامب وجايب بليدنج كتير قوي، ولون البليدنج ده فاتح، ده هيبقى قطع في الارتري ولا هيبقى open يعني جرح مفتوح، ولا هيبقى حاجات تانية كده ملهاش علاقة بيه؟ فأنا اخترت ان هو هيبقى ارتري. ومريض جاي في accident وعنده قطع في السامب وجايب بليدنج كتير قوي، ولون البليدنج ده فاتح، ده هيبقى قطع في الارتري ولا هيبقى open يعني جرح مفتوح، ولا هيبقى حاجات تانية كده ملهاش علاقة بيه؟ فأنا اخترت ان هو هيبقى artery. والموست كومن سايد للبولس من البيشنت عنده 6 شهور، ودرجة حرارة البيشنت اللي عنده 6 شهور منين؟ ده سؤال تاني، هيبقى من التمباني. والكولوستومي بيتغير في انهي وقت السيتنج؟ وفي سؤال، المريض جايب اعراض شوك وهو عنده بليدنج، فدي هتبقى ايه؟ هتبقى هايبرفولوميك شوك. وفي سؤال، وانت داخل الاوضه لقيت المريض واقع على الارض، اول حاجه هتعملها تشيك الريسبونس ولا تشيك الايروي ولا تشيك البريسنج ولا تشيك ولا هتعمل الكومبريشن؟ الطفل اللي قرصته نحلة وجايب itching و swelling و redness في السكين والحاجات دي كلها، دي هتبقى ايه؟ anaphylactic shock. ومريض وقعت عليه مية سخنة وحصل له redness، ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى burn من الدرجة الأولى. والممرضة اللي عطست في صينية الأكل هيتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتغير الصينية وتجيب وجبة جديدة. والمريض اللي طلب أكل بالليل هتعمل ايه؟ هتعمل تشيك للشورت بتاعت المشرشة.